عند مشاهدة تسجيلات وصور لرواد الفضاء، ترونهم يسبحون في الفضاء وفي المركبة الفضائية وكأنهم لا يتأثرون بأي نوع من الجاذبية. ولا ترون الأجسام تسقط من الأعلى نحو الأسفل. كما لا يمكن تمييز الأعلى من الأسفل فكل شيء يسبح في الفضاء. لذا عندما يرغب رائد الفضاء في الانتقال من مكان إلى آخر، يدفع بيده أحد الجدران ليندفع في الاتجاه الآخر. فلا يوجد قوة مهيمنة مثل الجاذبية تجذب الأجسام نحو الأسفل لكن المركبة الفضائية ليست بعيدة عن الأرض بما يكفي للتخلص من قوة الجاذبية الأرضية حيث يبعد مكوك الفضاء عن سطح الأرض بضع مئات من الأميال فقط أي عند هذه النقطة فهل يتأثر رواد الفضاء بقوة الجاذبية الأرضية؟ قوة الجاذبية بين أي جسمين F وأعلاها سهم لأنها كمية متجهة تساوي ثبات الجذب العام ويرمز له بحرف جي كبير في كتلة الجسم الأول M1 في كتلة الجسم الثاني M2 على مربع المسافة بين الجسمين R تربيع لاحظوا عندما يبعد مكوك الفضاء عن سطح الأرض بضعة مئات من الأميال لن تتغير قيمة R كثيرا أي أن المسافة بين مكوك الفضاء ومركز الأرض لا تزيد كثيراً عن المسافة بين سطح الأرض ومركز الأرض. ويعني هذا أن قوة الجاذبية التي تؤثر على شخص ما في الفضاء على ارتفاع بضعة مئات الأميال عن سطح الأرض، لن تختلف كثيراً عن قوة الجاذبية التي تؤثر على الشخص نفسه وهو على سطح الأرض. أي أن رواد الفضاء يتأثرون بقوة جذب الأرض أثناء وجودهم في الفضاء. ولكن كيف يحدث هذا بينما تبدو الجاذبية معدومة؟ في جميع الصور والتسجيلات التي تصلنا. في الحقيقة، جميع الأجسام في المركبة الفضائية في حالة سقوط حر، ولكن لأنهم ينتقلون في الفضاء بسرعة كبيرة، لا يسقطون على الأرض بل يواصلون الحركة. كيف ذلك؟ إذا وقف شخص ما هنا مثلاً، واستخدم جهاز إطلاق كرات التنس، فقذف أول كرة بزاوية 45 درجة، ترتفع الكرة ثم تسقط على الأرض لاحظوا أن جهاز الإطلاق هذا عالي السرعة فالكرة سقطت على بعد أكثر من ألف كيلومتر إذا زاد من سرعة إطلاق الجهاز أكثر تبتعد الكرة مسافة أكبر ثم تسقط على الأرض ثانية وكلما زاد من قوة الجهاز تبتعد الكرة مسافة أكبر ثم تسقط على الأرض لاحظوا كلما زادت سرعة الكرة تقطع مسافه اكبر قبل ان تسقط على الارض وكلما زادت السرعه وزادت المسافه بدا كان الكره تدور حول الارض لكن لو زادت سرعه الكره عن حد معين لن تسقط على الارض بل ستواصل الدوران حول الارض كان الكره المقذوفه تدور في مدار ثابت لاحظوا لولا قوه الجاذبيه لانطلقت الكره في خط مستقيم في الفضاء لكن قوة الجاذبية تعمل على جذبها نحو مركز الأرض فحسب قانون نيوتن للجذب العام الأرض والكرة المقذوفة تجذبان بعضهما البعض ولهذا لا تسير بخط مستقيم بل منحن فإذا كانت سرعتها كافية تدور حول الأرض في حركة دائمة كما الحال في الارتفاعات التي لا يوجد فيها هواء وهي الارتفاعات التي تصل اليها المركبات الفضائيه لكن بسبب وجود بعض الهواء تؤدي مقاومه الهواء بمرور الوقت الى ابطاء حركه الاجسام التي تدور حول الارض مثل الاقمار الصناعيه اذا لا يعيش رواد الفضاء في حاله من انعدام الجاذبيه فرواد الفضاء والمركبه الفضائيه التي ينتقلون فيها وكل شيء في المكوك الفضائي في حاله سقوط حر ولكنها تتحرك بسرعه كبيره فلا تصطدم بالارض اي ان حركه الاجسام في مدارات حول الارض تحدث بتاثير من الجاذبيه فاذا قلت السرعه او توقفت المركبه الفضائيه عن الحركه سرعان ما تسقط باتجاه الارض يمكن محاكاه اثر الجاذبيه الارضيه كما تفعل وكاله الفضاء الامريكيه ناسا لتدريب رواد الفضاء وذلك بوضعهم في طائره خاصه تنطلق بهم مثل المقذوفه مثلا هذه الارض تنطلق الطائره في مسار يشبه القطع المكافئ بهذا الشكل فيشعر كل من في داخل الطائره بالسقوط الحر فلربما يشعر المرء نتيجه لذلك بالغثيان ولكن هذا الشعور غير ملحوظ في الفضاء البعيد حين يكون رواد الفضاء بعيدا عن اي جرم سماوي حينها فقط تكون الجاذبيه معدومه لذلك لا يميز من في المركبه الفضائيه فيما ان كان بالقرب من جسم كبير الحجم ويسقط نحوه سقوطا حرا في مدار او ان كان بعيدا عن اي جسم قد يؤثر عليه بقوه جذب فتصبح الجاذبيه شبه معدومه